استكمالا للكلام الايجابي اللي كان حاصل امبارح فيما يتعلق بقطاع الصناعه، ولو تفتكروا امبارح عملت مداخله تليفونيه مع الاستاذ ياسر جابر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصناعه والتجاره، واتكلمنا عن فكره المشروعات المتوسطه والمشروعات المتناهيه الصغر اللي المفروض الحكومه وزاره الصناعه تحديدا تهتم بيها في كل القرى والمحافظات علشان يزيد الانتاج وتتحول كل اسره صغيره في قريه الى خليه منتجه، فيبقى عندنا منتجة 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 جنب بعض وسلاسل تصنيعية جنب بعض، ننهض زي ما النمور الأسيوية في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند ومش عارف ايه نهضت وسبقتنا من زمان. النهاردة وزير الصناعة كمان بيعلن إنشاء 10 مدن نسيجية لها علاقة بالنسيج في الدلتا والصعيد. 10 مدن نسيجية في الدلتا والصعيد، أرقامها وتوزيعها هنعرفه كمان شوية في التقرير. وكمان وزير الصناعة افتتح النهاردة أول بورصة سلعية للخضار والفاكهة في البحيرة. هتقولوا لي ليه في البحيرة؟ هقول لكم عشان قريبة من الصالحية الجديدة والحتة اللي هي الليلة بتاعة والعمرية، الليلة بتاعة الفواكه والخضر والحاجات دي، كان فاضل بس يجي العبور عندنا وخلاص. هتقولوا لي يعني ايه بورصة سلعية؟ هقول لكم ما اعرفش، ممكن التقرير يقول لنا. افتتاح 3 مصانع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باستثمارات تقدر ب 362 مليون جنيه وفرص للعمل تقدر ب 800 فرصة قام بها وزير الصناعة والتجارة في محافظة البحيرة. النهاردة الحمد لله تم وضع حجر الأساس لأول بورصة سلعية للخضروات والفواكه في مركز بدر محافظة البحيرة، مشروع كبير جدا بتقيمه الغرفة التجارية في البحيرة بالتعاون مع جهاز المخابرات المصرية. مشروع يكلف حوالي 500 مليون جنيه، هينظم عملية تداول الخضر والفواكه في محافظة البحيرة وفي مصر كلها، يبقى ليه فروع في المحافظات المختلفة. أيضا النهاردة كان في افتتاح لمنطقة لعدد من المصانع في المنطقة النسيجية في كفر الدوار. بورصة جديدة للخضروات والفواكه بالمحافظة تحديدا في مركز بدر بتكلفة قرابة 600 مليون جنيه. وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية يؤكدون أن الهدف هو خلق تجمعات صناعية متخصصة. احنا اتقابلنا بمقاومة شديدة من التجار العشوائيين وصممنا على أننا نعملها، وجهاز المخابرات سبورت معنا في هذا الموضوع. تنظيم التجارة ده حاجة مهمة جدا عشان المواطن وعشان ارتفاع الأسعار. خطابات تخصيص أراضي وافق عليها وزير الصناعة لنحو 12 مستثمر للمرحلة الثانية من منطقة الصناعات النسيجية بمساحة تصل إلى 50,000 متر مربع. وقال الوزير إن هذه المصانع تمثل إضافة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار وتحريك الصادرات المصرية للخارج. محاولة لاستعادة عناصر الصناعة المختلفة في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بعد جولة تفقدية لوزير الصناعة تؤكد أن الفرصة لا تزال سانحة أمام المصنعين وأمام إنشاء تجمعات صناعية مختلفة بكثير من البلدان والمراكز. محمد مبروك من محافظة البحيرة الحياة اليوم.